كلية الحاسبات والمعلومات. برنامج المعلوماتية الطبية. رسم الساعة المعتمدة للبرنامج 450 جنيها لكل ساعة معتمدة. عدد سنوات الدراسة للبرنامج 4 سنوات دراسية. إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج خلال سنوات الدراسة 135 ساعة معتمدة. أهمية أهداف البرنامج: يهدف برنامج المعلوماتية الطبية إلى إعداد خريج قادر على المشاركة المجتمعية في تقدم العلوم والتكنولوجيا، وتحليل وتقديم حلول للمشكلات العصرية العلمية المتعلقة بمجالات علوم الحاسب ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، وتصميم مشروعات تخدم مجال المعلوماتية الطبية، واكتساب مهارات استكشاف مدلولات البيانات الطبية وطرق تحليل البيانات ونظم المعلومات وتطوير برامج الحاسب. وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي. برنامج هندسة البرمجيات. رسم الساعة المعتمدة للبرنامج 400 جنيه لكل ساعة معتمدة. عدد سنوات الدراسة للبرنامج 4 سنوات دراسية. إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج خلال سنوات الدراسة 135 ساعة معتمدة. أهمية وأهداف البرنامج: يهدف برنامج هندسة البرمجيات إلى اكتساب خريج البرنامج القدرة على تطبيق معارفهم الرياضية والعملية والهندسية، وكذلك تحليل وتصميم نظم البرمجيات ومكوناتها وعملياتها، والقدرة على تحديد مشاكل هندسة البرمجيات وصياغتها وحلها من خلال تطبيق مفاهيم ومهارات الرياضيات المتقطعة والاحتمالات والإحصاء والعلوم الأخرى ذات الصلة بشكل مناسب في نظم البرمجيات المعقدة، واستخدام المهارات والتقنيات وأدوات هندسة البرمجيات الحديثة والضرورية لتصميم وبناء البرمجيات. وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي. برنامج الذكاء الاصطناعي. رسم الساعة المعتمدة للبرنامج 400 جنيه لكل ساعة معتمدة. عدد سنوات الدراسة للبرنامج 4 سنوات دراسية. إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج خلال سنوات الدراسة 138 ساعة معتمدة. أهمية وأهداف البرنامج: يهدف برنامج الذكاء الاصطناعي لإعداد خريجين متميزين متخصصين بأعلى مستوى من المهارات العلمية والعملية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. لديهم القدرة على 1- تصميم وتنفيذ الحلول التكنولوجية المناسبة للمشكلات العصرية العلمية المتعلقة بمجال التخصص. 2- المنافسة محليا وأقليميا ودوليا على الوظائف المتخصصة في هذا المجال. 3- الالتزام بأخلاقية المهنة خلال الممارسة العملية في مجال التخصص. 4- استخدام أساسيات الذكاء الاصطناعي وتخصصات علوم الحاسب لتطوير الحياة المجتمعية. 5- المشاركة في تقدم العلوم والتكنولوجيا من خلال البحوث العملية والتصميمات المبتكرة في مجال التخصص. وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي.